وقع اخويا ما وقع والو وقع والو. اليوم انا مكرمه كسفيره القفطان المغربي وحدث جميل بالنسبه ليا. كنشكر عليه البازار اكسبو، كنشكر صديقتي سلمى العماري وكذلك هاجر رميد. فرحانه بزاف بهذا اللقب اللي كنتلقب به المره من المليون خارج وداخل ارض الوطن، وفخوره جدا.
كندوزو عليهم بزيناتو بحالي بحال المغاربه كاملين زوين اجواء المغربيه الرمضانيه اللي جيت على قبلها وعلى ودها وهاجرت من بلاد اخرى جيت على قبل هاد الاجواء اللي كنحماق عليها. مليحات بزاف ركبوا في العماريه ماشي غير انا فنانه كنغني هي مليحه دونك كتهضر على مليحات كنعتقدش انا كتهضر عليا وكنعتقد انه مجموعه من البنات اللي تزوجوا مؤخرا وركبوا في العماريه وغيره يمكن الكلام ولكن انا كيعلقوا سميتي في حدا اي فيديو كما كان نوعو ملي كيسمعوا العماريه يمكن هذا اللي كان حيت البنت جات وهضرت معنا في الخاص وقالت الاخت ديالي انه ماشي دنيا اللي كانت مقصوده واعتذرات واعتذارها مقبول. انا ما سوقيش في دوك الخلافات ما سوقيش في داك الشيء وما كندخلش شي حاجه ما سوقيش فيها وما حطيتش فيها يديا وما كنعرفش عليها حتى شي حاجه دونك بيناتهم نقدرش نعلق. انا هذا ماشي موضوعي ويوسف ولا غيره عمره ما غيكون موضوعي وعمره ما غيكون حديث الساعه لا تعليق على هذه المواضيع لانها كتشكل لي واحد التفاهه كبيره في حياتي وما كنبغيش نكون تافهه في حياتي. كانت مساهمه من مجموعه ديال الناس اللي جاوا خداو التيكي مجموعه ديال الناس ساهموا وكنت انا من ضمنهم فقط لا اكثر ولا اقل والحمد لله. يعني الانسان كيكون سبب هذيك الارزاق من الله فقط الانسان كيكون سبب وما يمكنش نبقاو نهضروا على الاعمال الخيريه بزاف نهائيا. كاين منهم لي اصدقاء يعني بحال خاتم وخلدون فقط لي مقربين اكثر من البقيه وفقط يعني وكاين اللي كاين صله بيني وبينهم في حدود يعني فقط يعني تقدر تشوفني تقدر ما تشوفنيش على حسب. من البرمجه انا ما عجبتنيش الصراحه شويه كاين علامات استفهام في البرمجه والله يوفق الجميع واذا كان هذا العام ما زوينش العام اللي جاي زين منه واللي جاي زين منه ان شاء الله. ما كنتسناش شي واحد يهضر عليا في اي برنامج انا فارده راسي وكنهضر على راسي وكاين الناس اللي كيهضروا عليا بالزوين وبالخايب ما كنتسنى من حتى شي واحد انه يتكلم عليا ولا ناقصني بوز ولا كل واحد يدبر راسه مشى البرنامج كان افضل انه يهضر على راسه وما يهضرش عليا نهائيا. لا ما كدرنيش لانه في الاول في الاخر ما لا يصح الا الصحيح راه معروف شكون اللي كان كيلبسوه من صغره وشكون اللي كان كيلبسوه في البرامج وشكون كان وشكون اللي عاب غيلبسوه عاب باش يحطوه الصفحات وغيرها فقط يعني جا معايا ما كنعتبرش انا ما اختي على بزيناتها وزين من مع احترامي القنانه وزين من خواتاته وزين من كلشي هذيك اختي هذيك زوينه كنشوفها زوينه هذاك الشيء تبرهيش هذاك كنسميه تبرهيش وكنسميه قله الاحترام وكنسميه ناس ما واعياش ملي كيتكلموا بهذه الاساليب. حنا بعدنا على هذه المواضيع نهائيا وبعدنا وتجاهلنا هذه الامور لان امور تافهه وبنادم يزيد لقدام ما يرجعش للور نهائيا. كلمه كنقول تحيه كبيره لكاع الناس اللي كيتابعوني وكنحماق عليكم ورمضان كريم يدخل عليكم بالصحه والسلامه وملي يجي العيد كنقول لكم عيد مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه. الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود عليا سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود عليا وبيك عمرت سواقي ونحلتي في نوارك مرعية بك عمرت سواقي ونحلتي في نوارك مرعية أولي محمدي أدوينا يا أبو عمامة خضرة أولي محمدي أدوينا يا أبو عمامة يلا تسوى Whoa, 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 whoa